حصرياً. عقب سقوطه في قبضة السلطات المصرية، أمير حدود داعش فهمي الأسود أو رشيد المصري أو هيثم عبد الحميد، وجه واحد بثلاثة أسماء في شهادة تفصيلية تخرج للعلن للمرة الأولى. ما هو تعريفك للثورة الآن؟ مطالبة بحقوق منطقية، ثم سرعان ما انزلقت إلى أنها أصبحت إيه؟ حرب. تنظيم الدولة هو ليس بالفعل دولة، هو حزب يسعى للسلطة بشكل عسكري. أصبح لم يعد حزباً، أصبح ميليشيا. عملتم إيه في السوريين؟ ضربت رؤوس، جلد أناس. السوريين إحنا مش ولادهم، إحنا حزب يحتل قوة الأمر الواقع. ماذا حصد الشعب الليبي من وراء كل هذه التنظيمات والميليشيات؟ هذا لو كان عندنا ليبيا أحبا عندنا اثنين. أمير حدود داعش في حوار خاص مع أحمد الدريني على الوثائقية 19 من فبراير 9 مساءً.